الحديث الآن لكل المهتمين بالثقافة والمعرفة هو معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الاستثنائي اللي بيتكلم عنه مش بس المصريين لكن بيتكلم عنه العالم ككل من المهتمين بالمعرفة طول فترة انعقاد هذا المعرض. الحدث ده بيمثل نقطة مضيئة لمصر يمكن في قوتها الناعمة تحديدا، والقوة الناعمة هي بتعكس دايما القوة الحضارية والثقافية أيضا، وده هيخلينا نسأل أسئلة عديدة. إزاي نستفيد من انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الفترة تحديدا، وإزاي يعني انعكاسات هذا المعرض تحديدا يعني نجني هذا الانعكاس من ثقافة وفكر ومعرفة، ونرسخ لأهمية الحضارة المصرية في المجتمع. إزاي كمان نستغل أيام انعقاده في الترويج للثقافة المصرية؟ أسئلة كتيرة هيجاوبها ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر، الكاتب الصحفي إيهاب البدوي. صباح الخير يا أستاذ إيهاب. يا صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 54، بتشوف هذه النسخة إزاي تحديدا وأهميتها بالنسبة للمهتمين بالفكر والمعرفة والثقافة؟ هو بصفة عامة معرض الكتاب في مصر بيبقى احتفالية ثقافية كبيرة قوي، الناس دايما بتحضرها، لكن المرة دي فيه ظاهرة مهمة قوي، عدد الزوار اللي موجودين كتير كتير قوي ومن فئات مختلفة في توقيت طغت فيه الحاجات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا على المجتمع. صحيح. فالناس ماشية ماسكة التليفونات عاملة كده طول ما هي ماشية، فأصبح إن الكتاب شيء مش يعني إيه، ما بقاش مقبول قوي. لكن الدورة دي تحديدا أنا لما رحت المعرض فوجئت، أولا كم الشباب كتير جدا مش قليل. صحيح. والناس اللي بتشتري برضو كتيرة مش قليلة، وفي ظل زي ما احنا عارفين الدنيا شوية، بس الناس برضو بتشتري وراحة للثقافة، لأن ما زالت مصر بتنتج الثقافة، ودي أحد مميزات مصر، إن مصر منتجة. يعني في دول أخرى موجودة كتير هي عارضة للثقافة، إنما إحنا منتجين، ودي أحد مميزات مصر، هي منتجة للثقافة. لذلك الدورة دي تحديدا هي دورة مميزة قوي، وفيها بشار أمل حلوة، إن أنا لقيت إن الشباب كتير، والشباب الكتير بيشتري وبيقرأ وبيحضر ندوات وكده يعني. فكرة وجود حاجة لكل حد، من أول الولاد الصغيرين اللي هيلاقوا أنشطة خاصة بيهم، ونشاط الحكواتي اللي رجع تاني من أول وجديد، مسرح الأراجوز اللي موجود، الأكبر شوية اللي متوجهين ناحية الحاجات الإلكترونية زي ما حضرتك كنت بتقول، حاجة الأنمي موجودة في المعرض، أدب الرعب للأطفال والكبار، يعني احنا بنتكلم في اللي عايز رومانسية هيلاقي، اللي عايز كتب علمية هيلاقي، برغم ان احنا طبعا دلوقتي الناس بتحاول تعمل سيرش أكتر على الإنترنت، لكن ده مخلي الناس تدخل وتشتري كتب برغم ان احنا عمالين نبص كده نقول هيقروها امتى، هم طول النهار باصين في التليفون زي ما حضرتك بتقول. لا، هو التنوع اللي موجود ده بيخلي الواحد يشتري، رقم واحد. ان انا اقدر لو انا حابب القصص الرومانسيه او الروايات او الشعر، ده موجود وموجود كتير. لو حابب اشياء علميه، اشياء للاطفال، ما وراء الطبيعه، رعب، كل ده موجود، كل ده متاح في المعرض. ففكره التنوع الكتير ده مع الطباعة شكلها راقي ونظيف، لا هتعود الناس على ده. بالمناسبة يعني مثلا بتوع الفيسبوك اللي اخترعوه صدروا لنا الفيسبوك، هو قاعد بيقرا كتاب. نعم. يعني هو صدر لنا كده وهو قاعد يقرا كتاب، والكتاب مازال ليه برضه زهوة وليه ملمس الكتاب في حد ذاته، وملمس الورق شيء حلو، شيء راقي يعني، برضه لن يختفي ولن يندثر. بس هي فكرة ازاي نقدمه، الباكج بتاعه ازاي، الغلاف ازاي، طريقة الكتابة لابد تكون مختلفة. يعني بقت صعب دلوقتي مثلا نحط بقى الروايات اللي هي 350 صفحه ومش عارف، لازم الحاجات تقل شويه، تبتدي اللغه تبقى ارشق شويه توصل للناس. يعني الوسيله ممكن تكون اختلفت، ممكن تكون جديده، لكن المحتوى نفسه هيظل محتوى يعني الناس بتبحث عنه، لان احنا برضو الكتب موجوده كده كده، حتى مش ورقي، موجوده الكتروني. طبعا. نقدر نروح لها، بس يمكن جيلي بيحن شويه لقصه الورق، وانا شايف حتى الشباب اللي موجود دلوقتي حانم برضو لفكره الورق يعني. طب استاذ هيب، لما بنيجي يعني احنا كمذيعين نكون امام واحد من المثقفين او الكتاب، احيانا بيكون اللقاء ده يعني هو لقاء في نوع من انواع الرهبه شويه عندنا، عشان انت تبقى قاعد قدام واحد مثقف بيكتب ويقدر معنى الكلمه وعارف معنى الكلمه بالميزان زي ما بيتقال. لكن حضرتك في حياه الامر كاتب مختلف الى حد ما، علشان تكتب ما وراء طبيعه، قصص رعب،
مش مثقف يعني ولا لا طبعا مثقف، بس انا اقصد موهوب ومتعدد المواهب. يمكن اغلب الكتاب اللي احنا يعني اعتدنا القراءه ليهم هو واخد خط معين. لو بنتكلم على ما وراء الطبيعه والخيال العلمي نروح لاحمد مراد دجيلي. فحضرتك لا، رحت للخيال العلمي، رحت للرعب، رحت ايضا ليمكن اخر الاصدارات الخاصه بحضرتك، بتكلم على ابن البدوي وابن اياس في احوال القاهره والناس. شايف الاول قبل ما اتكلمنا عن هذا الكتاب اللي هيطرح قريبا في معرض القاهره الدولي للكتاب، شايف الاول ان الكاتب لابد ان ينتمي الى خط فكري واحد ويمشي على هذا الخط، ولا لابد ان يكون متعدد المواهب زي حضرتك؟ لا، هي فكره ان هو قادر ينتج ابداعه في ايه وينتجه بشكل قوي، يعني هو يقدر يقيم نفسه. انا هعرف اكتب روايه مثلا رومانسيه فهشتغل في الحته دي، هعرف اكتب روايه تاريخيه فهشتغل في الحته دي، في الرعب هشتغل في الحته دي. انا هو في خط انا بيجمع بين كل اللي انا بشتغل فيهم دول، ان انا بكتب بالخط الساخر، سواء انا كنت بكتب رومانسي او انا كنت بكتب في الرعب او بكتب في حتى في التاريخ. يعني فكره ابن البدوي وابن اياس في احوال القاهره والناس، انا بوصف حقائق تاريخيه ووقائع وقصص وحكايات هي حقيقه بالفعل، لكن انا بعملها بشكل ساخر، لان انا بتخيل نفسي بنتقل عبر الزمن وبقابل ابن اياس الحنفي اللي هو احد المؤرخين العظام يعني، وببتدي ان انا اتفاعل معاه، يعني احضر معاه مثلا التحضير لفكره الحرب الصليبيه وقابل شجره الدر وهتكلم معاه، فانا بتكلم بطبيعتي وباسلوبي. ده ما يمكن ان يطلق عليه القيمه المضافه. ما قصه شجره الدر في حد ذاتها هي قصه معلومه خلاص، ما فيش فيها جديد يعني، مكتوبه، اتعملت فيلم في نفس التوقيت، ممكن الناس اللي هي بتطلع بتحكي على السوشيال ميديا بتحكيها. ايه القيمه المضافه بقى؟ القيمه المضافه ان انا بحاول اخلق لنفسي شخصيه داخل مكان، وبخلي المساله تمشي في اطار ساخر. يعني انت لما هتقرا الكتاب هتلاقي فيه ضحك حلو ولذيذ وكده، يعني بخلق اطار شويه يناسب العصر اللي احنا فيه، ايقاعه سريع، اسلوب يحبب الشباب. يعني ايقاعه سريع والناس حابه انها ممكن تسمع ده وتشوف ايه الحكايه. وهي برضو حاجه يعني تستدعي القصه، يعني المفترض في ضمن الحكايات اللي انا بحكيها في القصه دي ان انا يعني هتقدم لشجره الدر يعني، طب مش حقيقي، بس انت بتنسجها بشكل من السخريه، لكن انت بتحكي واقع تاريخي حقيقي. بتتكلم عن قيمة مضافة، بتتكلم عن قيمة مضافة بيتم تقديمها في حقائق تاريخية يمكن تكون معروفة. اختيار الكاتب للموضوع اللي بيكتبه، أنا عارفة كويس قوي إنك مولع بآل البيت وبتحب تبقى متواجد دايما في القاهرة القديمة وعندك يعني جولاتك هناك، ده بيأثر على اختيارك للشخصية؟ يعني ده واحد مثلا من الأسباب اللي خلاك تفكر إزاي تتقدم لشجرة الدر من خلال الكتاب؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، هي قصة القاهرة التاريخية دي أنا أساسا من المنصورة مش من القاهرة خالص، بس لما جيت عشقت أتوبيس اسمه 916، ده كان بياخدني من عند مسرح بيروني يوديني القلعه. الضحكه والابتسامه وانت بتحكي على طول، مجرد انك ذكرت رقم الاوتوبيس ابتدت. ما هو ده اللي انا ابتدي يعني، هو ده اللي كان، ما كنتش عارف اتنقل في القاهره خالص يعني. فكان وسيله تنقلي هي الاوتوبيسات، كنت عامل اشتراك كده ب 15 جنيه حاجه كده. فالمهم ده كان ينقلني لحي القلعه. انا بالنسبه لي يعني احنا اكبر بيت عندنا في البلد بقاله 60 70 سنه. انت بتشوفي بقى وهم يعني الدهشه، يعني انا كان عندي عجب ان ازاي القاهريين ما عندهمش الدهشه دي. الدهشه دي اصابتني بقى لدرجه ان انا بقيت عارف الحواري وعارف الازقه وعارف الطرق وعارف حكاياتها ومين اللي كان عايش فيها وكانوا عايشين ازاي. وصلت لدرجه بقى من الدرجات ان انا بدات امشي وانا مغمض عينيا، يعني ببقى ماشي مش مفتح يعني، واتخيل. لان انا المكان ده بالمناسبه ده متحف مفتوح، احنا ما استغلناش لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي. مش قصه بس المعز يعني، مش قصه شارع المعز، دي القاهره من اول القلعه وانت ماشيه متحف مفتوح، بمعنى كلمه متحف مفتوح. وانا تخيلت نفسي ان انا في يوم من الايام هقابل حد مملوكي 100%، مش هينفع يعني. في مسجد السلطان حسن ده لما تدخلي من جوه انت بتنعزل عن العالم، بيحصل صحيح. لك نوع من انواع الايه اللي هو الانتقال عبر الزمن، لا ده حاجه تانية خالص. لذلك هو ده اللي حببني في قصه القاهره المملوكيه، وبالتالي بقى حبيت قصه بقى ايه قال البيت والكلام ده. قال البيت اللي المصريين بيعشقوا قال البيت، صحيح. ده عشق خاص يعني عند المصريين. ويمكن الاماكن دي تحديدا ليها طابع خاص، ليها طبيعتها مختلفه، عاوز اقول في ريحه حتى من ريحه الزمن القديم، بتحس ان انت داخل كده في روحانيات المكان تحديدا. انت عندك تاريخ كبير قوي، فالمصري دايما
بيحط التاتش بتاعه على اي حاجه. فانت حطت التاتش بتاعك حتى على المعتقدات. يعني المصري بياخد السماحه والوسطيه من الدين، ما عندوش الغلو والتطرف. فبتلاقي لا، الدين المصري يعني بياخد الاجمل فيه والاسهل فيه وايسر التفسير فيه. وبالتالي هو متعلق دايما بفكره ال البيت وكده، اللي هي فكره برضو زي ما احنا بنتعلق بالملوك بتوعنا القدماء والمصريين، احنا متعلقين بده وحابينهم بالفعل. والتاريخ بيذكر ده، بيذكر ان احنا مرتبطين بيهم وهم مرتبطين بينا. يعني السيده نفيسه لما جت قعدت في القاهره واستقرت فيها، الناس تكلبوا عليها فقررت انها تمشي، لان هي جايه عايزه تقعد، عايزه تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فلقت ان الناس كل يوم بيروحوا لها، فكلمت الحاكم المصري قالت له انا مش قادره همشي. قال لها لا، ارجوك ما تمشيش، يعني انت احنا ممكن نخلي الناس تخش لك يوم او يومين في الاسبوع يسالوها في امور الدين، لانها كانت فقيهه. يعني هي اسمها نفيسه العلوم لانها كانت فقيهه متفقهه في العلم يعني. فبالتالي حتى لما ماتت السيده نفيسه وجاي زوجها عشان ينقل الجثمان بتاعها، اهل مصر طلعوا يبكوا لغايه ما الرسول عليه الصلاه والسلام جاله في المنام قال له اترك نفيسه لاهل مصر. لا، احنا عندنا ارتباط جدا باهتمام حضرتك بالتاريخ والتراث يعني والقصص القديمه تحديدا. يعني يمكن الكلام خارج بصدق، خارج حاسس انا في لمعه كده في عينك من كتر ما حضرتك رجعت بالذكريات، وده يخليني يمكن بعدت شويه عن الموضوع، لكن عاوز اعرف حضرتك كمصري محب وعاشق للتاريخ والاماكن القديمه وتاريخ مصر القديم، شايف ازاي حاجه زي اعاده احياء القاهره القديمه؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، هم بداوا القصه بتاعت شارع المعز ده، شيء رائع وعظيم وحلو قوي. ودلوقتي في شارع الاشراف اللي هي المنطقه اللي من السيده نفيسه لما لغايه منطقه اللي هي بتاعت مسجد احمد بن طولون بدات تتعمل كده. بس لسه انت عندك شارع الصليبه، شارع الصليبه ده اللي هو بيوصل للقلعه، ده سبيل ام عباس ومسجد وقنيقاه الامير شيخون وسبيل عبد الله كتخده، دنيا ملك تاني. المفترض الحتت دي تتفرغ من الحاجات اللي هي بقى الورش والحاجات اللي هي مش يعني ايه لا تليق بمكانه، لا تليق بمكانه، ويبتدي المكان ده يبقى الناس تمشي. يعني انا من طائفه المشائين، انا كنت بروح امشي من السيد لسيدنا الحسين زي عبد المطلب، انا اول ما جيت خالص مشيتها رجليها ورمت طبعا، ما كنتش عارف السكه والطريق يعني. بعد كده عرفت ان انا ممكن اخرم من ورا فاوصل من السيده لسيدنا الحسين بطريق اقصر، لكن هو كله مساجد وكله اماكن تراثيه وكله تاريخ، ولا حاجه حلوه خالص يعني. نروح بقى للادب الساخر وروايات من بدايه العنوان دمها خفيف. جو مابيل زهدي، روايه لكاتب كتاب عفوا لكاتب جاب 8 من 40، 8 من 40، انا كنت عبقري بالفرنساوي واخترت الاسم باللغه الفرنسيه تاكيدا على قوتك في اللغه الفرنسيه. لا، هي مش تاكيدا، هي مجموعه حكايات بترصد، انت عارفه هو ايه جيل السبعينات والثمانينات في التوقيت ده. يعني مثلا دي قصه من ضمن القصص اللي انا كنت برصد فيها التعليم كان بيتم ازاي في التوقيت اللي احنا فيه ده. انا من بلد اسمها تكرنس، فدي بلد يعني لا هي قريه ولا هي مدينه، حاجه بين البنين كده يعني. فبالتالي لما بنيجي نتعلم اللغات ما ينفعش ناخد الاكسنت بتاع، يعني دي بتبقى عيب عندنا شويه يعني. يعني مثلا تخيل انت لما تيجي تتكلمي بالانجليزي فيعني شويه هتعدي، انما الفرنساوي فيه رقه يعني زياده عن اللازم. فطبعا يعني صعب جدا ان انا اتكلم بالشكل ده واروح البيت لابويا الله يرحمه واكلمه، لا يعني مساله تانيه يقول لك الواد ده في ايه. فبالتالي لما بتتعلمي تحس انك انت ايه جود مورنينج، دي تحس ان انت داخل الواحد خناقه مش بتقول صباح الخير. فتخيل القصه دي، احنا كنا مجموعه طلبه ما كناش فاهمين حاجه في الفرنساوي. يعني انا بحكم كنت بلعب كوره، فكنت بلعب يوم 2 ويوم 4 في فرق الناشئين، فالاثنين دول اليومين دول اللي كان فيهم حصص الفرنساوي، فبالتالي ما بحضرش، فلا اعرف اقرا ولا اعرف اكتب ولا اي حاجه خالص. فكنا نروح عند حد صديقنا كده، ده العبقري بتاعنا بالمناسبه، نروح نغش منه الواجب، كان اسمه زهدي، ده برضو جاب 8 أو 7 من 40. فتخيل تلميذ تفوق على الاستاذ. فاحنا لا بننقل منه الواجب وكده، ففي سؤال بقى اللي هو كومان تابلتين، انت اسمك ايه بالفرنساوي؟ فاحنا مش عارفين. فهو الواد فاهم القصه، ده الحاجه الوحيده اللي كان فاهمها، فكتب جو مابيل زهدي، فكلنا كتبنا جو.
حافظين. فروحنا بقى للمدرس ايه ده؟ فطردنا طبعا يعني البايظه يعني. يا استاذ ايهاب انا عاجبني الاسلوب الساخر اللي حضرتك بتحكي بيه حاجه يعني اي قصه بتحصل. خليني اقول لحضرتك انا واحد من العشاق او من الناس اللي بتنتظر اي بوست حضرتك بتكتبه على الفيسبوك علشان اشوف القصه اللي حصلت زمان وحضرتك النهارده بتحكيها لنا بشكل ساخر. والادب الساخر ممتد مع حضرتك ويمكن شفناه في الشبراوي عكوز. هذه القصه اللي اصبحت يعني او هذه الشخصيه اللي اصبحت حديث الكثيرين من كتر يعني سخريه يعني الكتابه في او لهذه الشخصيه تحديدا. ايه حكايه الشبراوي عكوز؟ ماشي. هي اولا الشبراوي ده بيبقى هي قصه حقيقيه، جزء فيها حقيقي. كل القصص لابد يبقى عندك جزء فيها حقيقي. فالشبراوي عكوز ده شاب كان مدمن لعب كوره، بيحب يلعب كوره جدا يعني في الشارع بقى، انت عارف الارياف والحاجات دي بيلعبوا في الشارع، ومش لازم تكون بره الارياف ومش لازم تكون انك انت بتعرف تلعب. هو لازم تكون محب، هو محب وعاشق جدا لكره القدم. اصيب فرجليه اتقطعت فاصبح يمشي تحت عكاز، احنا عندنا في الارياف يسموه عكوز. فاطلق يعني الحق اللقب ما بين الاثنين، عكاز او على الكوز. لا هو حتى مصطلح ما بين الاثنين. لا هو اسمه عكوز في الارياف، العكاز هنا في الارياف يسموه عكوز. فاصبح اسمه الشبراوي عكوز خلاص، وبرده بيلعب يعني مقرر ان هو يكمل في لعب الكوره. فطبيعي واحنا بنلعب معاه هتسبقه هيجيبك فما ينفعش، فقرر انه يتحول الى مدير فني. اوكي. ويعمل فريق هو بتاعه يكونه ويبتدي يلعب بقى ايه الدوريات المحيطه بينا بقى، اللي هي يعني نروح الدول الصديقه بقى، اللي هي مثلا مش عارف القريه اللي جنبنا او العزبه اللي جنبنا، الدول الصديقه جنبنا كده نروح نلعبها بقى. وكان هو اللي بيصرف على الفريق يعني، هو المدرب، هو اللي بيصرف على الفريق، هو اللي بيحط الخطه وكل حاجه يعني كده. فكانت حاجه انا عملتها يعني في شكل سيناريو مجهزه، ان شاء الله ربنا ييسر الامور وتطلع يعني حكايات حلوه، لانها فيها جزء كبير قوي من الواقع. انا طبعا حطيت فيه خيال الى بلا حدود يعني، عشان ابتدي ارسم شخصيات ينفع انها تطلع في يوم من الايام يعني. بس زي ما انت قلت كده فيها حكايات وقصص ساخره وحاجات لطيفه جدا كشبراوي عكوز. نخرج من الادب الساخر ونروح لاخر الاصدارات، ممر الجحيم اسمه يخض؟ هو ممر الجحيم. انا بكتب دلوقتي في الرعب، بس لما بكتب في الرعب انا حريص قوي ان انا اكتب حاجات مصريه. يعني قصه المذئوبين والمتحولين والزومبيز والكلام ده ملوش جذور. احنا عندنا جذور حاجات كتير. انا عامل سلسله من ضمنها اللي هو طالع ده اللي هو ممر الجحيم، بناقش فيه فكره تجاره العبيد اللي كانت موجوده زمان بين مصر، كان في ممر زمان كده بين مصر وبين السودان اللي كان بتمر منه تجاره العبيد، وجت اتجرمت في مره من المرات وبقت مجرمه، وحصل بقى قصص وحكايات لها علاقه بالقصه دي. فبرجع برضو لقصه تاريخيه يعني، لما باجي اكتب في الرعب ما بلجاش لحاجه كده رعب من مفيش، او يعني او مثلا شيء مثير من مفيش. انا عندي قصه حقيقيه واقعيه، بكتب حاجه تانية مثلا ليها، او خلصت حاجه ليها علاقه باختفاء جيش قمبيز يعني، دي موجوده وموجوده في التاريخ. انا مش فاهم ليه احنا التاريخ بتوظفه. احنا في مصر نقدر نعمل افلام ومسلسلات نفس هوليود ده بتاعنا يعني، ليه هوليود دي تيجي تعمل عندنا شغل عن الفراعنه ولعنه الفراعنه؟ طب ده احنا نقدر نعمل ده، احنا اساتذه الشغلانه دي بتاعتنا، وعندنا ما شاء الله شركات دلوقتي في مصر محترمه جدا بدات تنتج ده وبدات توجه جهودها لده. نقدر نعمل ده، واحنا بنكتب الكتاب موجودين، نقدر نجهز شغل ونقدر نعمله ونغزو بيه عند صناعه، وصناعه تدر فلوس وتدر ربح. في يوم من الايام كانت نمره اتنين في مصر بعد القطن. هي بس مجرد احنا عايزين نخرج من اطار المسلسلات والحاجات اللي بتتعمل في مش في الحارات، لان الحارات محترمه جدا ولا تمثل الهويه المصريه. لا خالص. للاسف الشديد انت ما ينفعش تروح لمكان هو عشوائي. صحيح. فتجيب الثقافه اللي فيه والناس اللي فيه وتحولهم لابطال وتقول دي العشوائيات دي بقى كانت مرحله وخلصنا الحمد لله. لسه بنقدمها ليه؟ بقى خلصت. والفضل في ده شركه المتحده للخدمات الاعلاميه يعني قضت على هذه الظاهره تماما واصبحت بتقدم او تقدم مسلسلات للامانه بتقدم شغل عظيم. المرحله اللي فاتت دي انت عندك شغل عظيم بيطلع على الشاشه. صحيح. وده المطلوب، لان انت بره الناس بتشوفك بره، ما دي قوتك الناعمه، والناس بتشوفك بره كده يعني. كنت عايش بره فتره يعني، بيقيموك من خلال الافلام والمسلسلات يعني. تخيل لما واحد يبقى قاعد معايا يقول لك انت عارف شعر الهرم؟
اقول له يا ابني ده شارع الهرم ده انت ما تعرفش تمشي فيه انه الزحمه، انت فاكر ايه؟ هو ده دي القصه اللي واخدينها عن مصر. طب احنا ليه نطلع مصر كده؟ وتلاقي دوله تانية مثلا عندها خمس ست اماكن او خمس ست فيلل على حته معينه بيصوروا فيها الافلام وتبقى مزارات والناس تروح تزورها. ده احنا عندنا في مصر تحف. انا عاوز اسال بمناسبه الـ 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 القصص اللي بتحول لسيناريوهات، هل ممكن نشوف الشبراوي عكوز في عمل وليكن بطوله اكرم حسني مثلا بما انه شكل ساخر من ال... ده يطلع شبراوي عكوز ما حصلش. ده اللي انا بتكلم فيه، ليه ما يبقاش في هذه المبادره يعني او نناقش ده؟ انا قلت لك اهو يعني يطلع بقيه فريق العمل. انا اوريدي كل اللي انا كتبته حولته لسيناريوهات بالفعل، يمكن حتى في بعض المطبوعات اللي انا طابعها، انا طابعها سيناريو مش طابعها قصه، طابعها سيناريو بمشاهد بكل حاجه يعني، لان انا عندي طموحات ان الحاجات دي تطلع يعني تطلع بقى تتشاف بشكل افضل في وسائط بقى اللي هي سواء سينما دراما حاجات كده يعني ان شاء الله. كل سيناريو بيتكتب بتبقى حاطط في بالك ده هيروح يتعمل مسلسل، ده هيتعمل سينما، لا خالص ده هيتعمل بشكل مختلف، طريقه الكتابه اعتقد بتختلف. بص هقول لك حاجه، ولا بيتم تطويعه بقى لما نيجي نتفق فعلا؟ لا بعدين، انا بتجيلي مثلا الفكره بقعد احيانا بكتبها على الفيسبوك، فكره صغيره خالص جدا بنتظرها والله وبعد شويه احس انها لا ما هو وبعدين الاقي اصدقاء كتير داخلين، هو انت كاتبها بس كده ليه؟ ما تكبرها شويه، طب ما تحولها للمسلسل او حولها للفيلم او مش عارف. فما بلاقي القصه كده بقعد اشتغل عليها، لما بشتغل عليها بحبها، لان انا يعني فكره ان انت تعملي قصه مثلا في بوست او تعملي قصه في 10 ورقات غير ان انت تعملي سيناريو تكتبي فيه يعني بتفاصيل الشخصيه و30 حلقه ولا 7 حلقات ولا 8 حلقات ايا كان اللي بيتكتب، وترسمي شكل الشخصيات. انت في شخصيات بترسميها بتحبيها في علاقه بينك وبينها بتحبها قوي، وبتكتب لها نوع من انواع الديالوج والحوار مهم يعني. استاذ هبه يعني انا عاوز اسال حضرتك سؤال اخير يعني عذرا بقى لو طولنا على حضرتك. لا لا خالص بما ان حضرتك بتكتب بشكل جيد للصوره، ليه ما يكونش في كتابه للطفل؟ لان مش سهل ان حد يكتب للطفل، فكنا حضرتك تعرف تعيش كل هذه او تتعايش مع كل هذه الفئات العمريه، اعتقد عندك المقومات اللي تخليك تكتب للطفل. ما انا كنت طفل برضه كلنا كنا فاكيد الواحد ممكن بس اهتمامات الاطفال دلوقتي مختلفه يعني. للامانه الشديده خلينا نقول ان الكتابه للاطفال دي مساله مرعبه. صحيح يعني تحتاج ان حد يدرس كويس قوي، مش مجرد ان هو يكون بس عنده ملكه الابداع عشان يكتب، لا انت هتقدم له ايه والطفل دلوقتي هتقدم له ايه؟ دي لا دي قصه تانية. بس عاوزين نرجع تاني القيم والمبادئ والاخلاق ونغرسها في اطفال. عندنا يحيى وكنوز معمول صحيح شركه برضه عاملاها، دي حاجه حلوه قوي. انا احد امنياتي ان احنا نحط ابطال اكتوبر في قصص للاطفال الصغير. انا عندي حكاوي وقصص في القصه دي كتير، لان انا قعدت مع انا كان احد متعي ان انا اقعد مع ابطال الحروب اللي هي الدفعات القديمه في الحربيه، بحب اقعد معاهم اسمع القصص. انت بيتقال لك حاجات ولا تقول لي بقى ولا رامبو ولا تقول لي مش ما فيش الكلام ده. طب احنا عندنا افظع واعظم منهم والله العظيم، افظع واعظم منهم فعلا وحقيقيه، روعتها في انها حقيقيه وحصلت بالفعل. ناس يعني لحم من ودم من ناس عاديه أنا خالص بتفرج عليهم هو لحم ودم اتصرفت ببطوله. تخيل بقى واحد لحم ودم ودخل عام يقول لك ايه انا عملت 17 عبور ف 17 يعني يخش يعبر القناه في الاستنزاف ويجيب بقى يعني ويعمل عمليات. لا 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 عبقره يعني. الناس دي لازم تطلع تتعمل للاطفال، انا احد امنياتي ان انا اعملها للاطفال. والله والدوله احد امنياتها ان الاطفال يهتموا بهذا النوع. يمكن شفنا افلام مؤخرا بتتعمل بهذا الشكل تحديدا، وشفنا وعي الشباب وتهافتهم على دور العرض تحديدا عشان يعرفوا تاريخ بلدهم وازاي الجيش المصري والشرطه المصريه رجال يعني صدقوا مع عهد الله عليه وكانوا قد تحمل المسؤوليه وحافظوا على القسم اللي يعني اقسموه. يعني الكاتب الصحفي ايهاب البدوي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير مصر، ونتمنى لك طبعا كل التوفيق في يعني الكتاب الجديد اللي هيعرض في معرض القاهره الدولي للكتاب ابن البدوي وابن اياس في احوال القاهره والناس. شكرا جدا، ربنا يخليك، نورتني. شكرا لحضرتك، شكرا.